منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولكن الآفة التي ابتليت بها أمتنا الإسلامية في هذا العصر أن في هذه الفئات التي تنهض اليوم بواجب التعريف بالخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فئات لا تعلم الحق إلا ذاك الذي هدته إليه عصبيتها أو طالعه عليه مزاجها أو اقتضاه تحزبها أو دعته إليه مصالحها. ذلكم هو الحق فيما يعرفون الناس به وفيما يدعون إليه. فإن تنكب متنكب عن هذا الذي يدعونهم إليه اتهموا بالفسوق أو الابتداع، وربما اتهموا بالتكفير، وربما أهدروا دماءه. ميزان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنما هو الثوابت المستقرة في كتاب الله سبحانه وتعالى وهدي محمد عليه الصلاة والسلام. ولكننا ننظر فنجد في هذا العصر أناسا، أقول أناسا وأسأل الله عز وجل أن يكونوا قلة، يرون أن الحق ما تسكن إليه أمزجته، ما يتعلق بمصالحهم، ما تدعوهم إليه تحزباتهم. إذا تعارضت هذه مع صريح كتاب الله وصريح كلام رسول الله فإن الغلبة ويا للأسف تكون للأمزجة، تكون للمصالح الشخصية، تكون للأنانيات الحزبية. وهكذا فلقد رأينا في هؤلاء الناس من يوزعون تهم الفسق والابتداع وربما التكفير على كثير من الناس يوزعون تهم التكفير والفسق والفجور على كثير من الناس رشا دون تفصيل ودون تبيان ودون استثناء. وأقول لهؤلاء الإخوة إن علماء الشريعة الإسلامية عندما وصفوا الناس الذين ينبغي أن ينهضوا بهذا الواجب وصفوهم بصفات في مقدمتها الرحمة بعباد الله، في مقدمتها أن يكونوا ربانيين، في مقدمتها أن تكون قلوبهم أوعية لمحبة الله لتعظيم حرمات الله، في مقدمتها أن تكون لهم ساعات عهد ولقاء مع الله في الأسحار. تلك هي صفات الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. فلماذا ننظر فنجد أن في الدعاة من يتصفون بنقائض هذه الصفات؟